من منا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا من ليس مناه أن يرى نبي الله صلى الله عليه وسلم ولو في المنام؟ من منا ليست أمنيته أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بجانب الحوض، وأن يشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أحدا أبدا؟ من منا ليست لديه رغبة جامحة في أن يكون جارا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ كلنا نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن علينا أن نعلم أمرا أيضا كما ذكرت في الجزء الأول من الخطبة، هناك مقتضيات. حب النبي صلى الله عليه وسلم يدفعنا للقيام بأمور لنثبت هذه المحبة ولنثبت ولاءنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في عجالة أقول، أول أمر علينا أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم وأن نصدقه، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو ليس من المؤمنين وليس من الصادقين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. لابد أن نؤمن به إيمانا كاملا وجازما، وأن نصدق كل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح في النقل عنه، نؤمن به إيمانا جازما دون شك ولا ريب ولو ذرة واحدة.